تعد مادة الإسمنت حجر الزاوية في قطاع البناء والسكن، فيما يعد قطاع الأشغال العمومية القاطرة التي تدفع بالديناميكية الاقتصادية والاجتماعية نحو الأعلى من خلال تجسيد مشاريع سكنية وهياكل قاعدية ضرورية لتحقيق الرفاهية والانسجام ببعديه الاقتصادي والاجتماعي. الجزائر التي سجلت في الماضي القريب عجزاً في تلبية احتياجات السوق الوطنية من مادة الإسمنت وسط مضاربة قفزت بالأسعار إلى مستويات خيالية، ها هي اليوم وبعد عدة استثمارات في وحدات إنتاج الإسمنت تحقق نهائياً اكتفاءها الذاتي وفائضاً فتحت به باب التصدير على مستوى العديد من الدول. إنتاج الوطني تاع الإسمنت في 2015 كانت الحاجيات نتاع البلاد دور حول 22 مليون 23 مليون طن، كنا نستورد ما يقارب 3 ملايين طن تقريبا. اليوم إذا ندخل الكلينكر اللي يتباع اون ليتا أنا في 40 مليون طن الحمد لله. إذا ومن أجود الإسمنت، السيمان تاعنا راها تمشي لأوروب، راها تمشي لأفريقيا، راها تمشي بارتو، يعني استنبا جيون. 2015 كنا نستورد، اليوم رانا نصدر ونصدر بكميات كبيرة. مجمع جيكا للإسمنت قلعة صناعية تموقعت بقوة في خارطة النسيج الصناعي للجزائر، بحيث تساهم بما لا يقل عن 20 مليون طن سنويا من مادة الإسمنت. مجمع جيكا للإسمنت يعد الرائد في صناعة الإسمنت في الجزائر، واللي تحصل على 51% من السوق الجزائرية، 51% في السوق الجزائرية، ويمثل 50% من الإنتاج الوطني. اليوم الإنتاج الوطني يقدر بحوالي 40 مليون طن، جيكا تنتج حوالي 20 مليون طن سنويا. لجيكا شركاء في بعض الوحدات، عندنا 5 وحدات اللي داخلين فيهم شركاء أجانب، واللي هي لافارج في شركة الإسمنت المتيجة، وأربعة آخرين من دول أجانب أخرى فيها عربية وفيها أوروبية. تسهر طواقم من التقنيين والكوادر على مختلف وحدات إنتاج الإسمنت بخبرة عالية واستعداد متواصل لرفع تحدي الإنتاج كما ونوعا. الفرن هذا أو كما نسمي إحنا الفرن الدوار يقوم بطهي المادة المحضرة سابقا في درجة تصل إلى 1450 درجة مئوية، لأن حصل في الأخير على مادة نصف مصنعة، وهذا المادة نصف مصنعة اللي نسميها إكلانكار. عندنا 2 طرق للبيع تاع السيمان، عندنا السيمان نبيعوه فراك، والسيمان نعبئوه داخل الأكياس كما راكم تشوفوا مرايا، يعني نعبئوه داخل الأكياس ويروح مع الكوامن. البراك يروح لي سونترال بيتون، صدير وين يديروا الخرسانه مباشره هذيك المشاريع الكبرى، وهذا الاكياس يروحوا للبناء. الطريقه الثالثه اللي راه في مؤسسه الاسمنت، انا نبيع الاسمنت في اكياس مغلفه اللي تسهل للزبائن طريقه الشحن تاعها، ولما لا الدخول السوق المحليه من بابها الواسع والسوق الدوليه ان امكن. هذه بصفه عامه في هذا المشروع. مؤسسه الاسمنت اسمنت مفتاح متيجه استثمرت في هذا المشروع بهدف ارضاء الزبائن في شتى المجالات، من بينها هذا المشروع اللي درناه هذه الساعه. تشكل المحاجر بالنسبه لمصانع الاسمنت المحطه الرئيسيه لهذا النشاط الحيوي، بحيث تعد المصدر الاساسي لوحدات الاسمنت من الماده الاوليه خاصه الكلس الذي يشكل 80% من ماده الاسمنت. جوزوا للحفر، بعد الحفر نديروا الاكسبلوزيف، عملية التفجير، بعد عملية التفجير نديروا لابيرج تاع لا ماتير بريمير بعد الاخرى، ومن بعد نبداو في الشارجمون، صادير الشارجمون اي لو ترونسبور تاع لا ماتير بريمير هذيك اللي درناها نلحقوها حتى لي كونكاسور. هذه هي الماده الاوليه اللي ديماري بها لوزين، لا بريمير ماتير سي الحجره هذه، من الكونكاسور وروح باش تولي حاجه واحده اخرى، سما بريمي ماتير سي هذه لاروش، هذه هي. نخدمو ثلج، احوال جويه، شتاء، طيح، نخدمو ما نحبسوش. فبعد تحديد الموقع والمسح الجيولوجي تاتي عمليه التفجير للصخره وفق معايير دقيقه من الامان. كما
كما تابعتوا معنا اليوم كانت عندنا عملية تفجير بمحجرة الكلس التابعة لمؤسسة الإسمنت للمتيجة. العملية تمت في ظروف جيدة مع الحصول على النتائج المرجوة من حيث عملية التفجير في حد ذاتها. بعد استخراج المواد الأولية من المحجرة يتم تخزينها هنا في المستودع التخزين، بعدها نديروا الخليط بين المواد الأولية. يفتك الإسمنت المصنوع بالجزائر علامة الجودة والمطابقة الأوروبية والأمريكية بالنسبة للإسمنت البترولي. اليوم بفضل هذا التشبع في السوق، جيكا أصبحت تنتج جميع أنواع الإسمنت، وهذا المخبر الأمريكي سيمون بترولي هو الإسمنت البترولي، هذا مطابق للمعايير الأمريكية. وتبقى المرافق اللوجستية للتصدير برا وبحرا أهم تحدي تواجهه وحدات إنتاج الإسمنت لدعم عملية التصدير.